هو برضو كلمه حق لازم تتقال. يعني احنا حتى الجمله دي ذكرناها انا ونهواند كتير على مدار يمكن السنه اللي فاتت كامله مع بدايه انطلاق هذا البرنامج، ان في مجهودات ملحوظه ومحموده جدا من قبل وزاره الشباب والرياضه وليها انعكاسات حقيقي ملموسه على ارض الواقع. فده كان نتيجه يعني ايه، هل نقدر نقول ان حصل ثوره فيما يتعلق ب تفاصيل آلية عمل الوزارة؟ هل في حاجة استجدت نتج عنها النشاط الملحوظ اللي كلنا شايفينه ولامسينه؟ دكتور أشرف صبحي يمكن هو بيشتغل بصراحة 24 ساعة في 24 ساعة. المشروع تم تطويره بالفعل في 2018 بالشكل اللي احنا شايفينه دلوقتي، واللي بالفعل فيه منه أبطال موجودين في منتخبات زي الهامبول. احنا عندنا مواليد 2004 و2006، في منهم موجودين من المواليد موجودين في منتخبات منتخب مصر لكرة اليد وفقا للمرحلة العمرية اللي احنا ذكرناها. عندنا ثلاثة من 2006، وعندنا ثلاثة كمان موجودين في مواليد 2004 في هذا المشروع. المشروع ده كمان احنا مش بس بنعده يكون بطل، كمان احنا بنقدر نغذي الأندية اللي بتقدر تستفيد من هؤلاء اللاعبين. مهم جدا كمان ان احنا نتكلم عن في لجنة علمية بتطور هذا المشروع، اللجنة العلمية برئاسة الدكتور كمال درويش، واللي قائمة على هذا المشروع بكل تفاصيله وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي. إذن الموضوع علمي وفني من خلال اللجنة العلمية، وكمان عندنا اللجنة الفنية القائمة على هذا المشروع بشكل كبير جدا. عاملين بطاريات تدريبية لهؤلاء اللاعبين، عندنا فكر استراتيجي أو رؤية كاملة لهذا المشروع عشان نقدر نعد بطل بشكل كامل. مش كده وبس، لا ده في رعاية كاملة للبطل، في بحد أدنى بنطلع لهم مرتبات بحد أدنى 600 جنيه في الشهر، في رعاية طبية، في رعاية اجتماعية وأسرية عشان نقدر يكون عندنا بطل رياضي حقيقي يقدر يمثل مصر في المحافل الدولية. طب لو ذكرت مع حضرتك، احنا بنستضيف يعني أبطال كتير جدا، والبعض منهم بيشتكي من قصة ان الاتحادات مش موفرة لهم الدعم او ما عندهمش الدعم الكافي. القصة دي او القضية دي برضو حضراتكم بتواجهوها ازاي، لان دول برضو أبطال في الاول وفي الاخر موجودين؟ طيب احنا هنتكلم عن شقين، دعم بيطلع من وزارة الشباب والرياضة لكافة الاتحادات الرياضية وأبطال مصر الأولمبيين في مختلف الألعاب، ونفس النظام بيطبق على اللجنة البارالمبية بكل أبطالها اللي بيمثلوا مصر في البطولات المختلفة. دعم كامل بتطلعه وزارة الشباب والرياضة، سواء مادي أو دعم لوجستي من خلال توفير كافة المنشآت، بتكون مفتوحة لكل أبطال مصر خصوصا المركز الأولمبي في المعادي، واللي شهد خروج منه أبطال كبار قدروا ان هم يحققوا ميداليات في اولمبياد طوكيو الاخيره، زي فريال وزي جيانا فاروق وزي كمان سيف عيسى وما الى ذلك. كل هؤلاء الابطال عدوا على المركز الاولمبي، تخرجوا من المركز الاولمبي. اذا هناك توفير كامل لكل الامكانيات سواء ماديه او لوجستيه او حتى معنويه، دعم كامل من وزاره الشباب والرياضه لهؤلاء الابطال. دكتور اشرف صبح مكتبه مفتوح لكل ابطال مصر الرياضيين عشان نقدر نحل مشاكلهم ونقدر ويكون هناك دعم حقيقي وواقعي لهؤلاء الأبطال عشان يقدروا ينافسوا في المحافل الدولية. يعني الكلام اللي هم بيذكروه أو المشاكل اللي بيذكروها ان ما فيش الدعم الكافي مثلا المادي تحديدا لو ذكرناه، ممكن من خلال دلوقتي دعوة حضرتك ان اي بطل عنده مشكلة او رياضي ان هو يلجأ وبيبقى فيه سهولة التواصل مع حضراتكم. طبيعي، دي نقطة مهمة. على فكرة احنا لاول مرة نوفر رعاية حقيقية للاعبين، بنتعاون مع القطاع الخاص ورجال الاعمال، وهناك شركات ايضا بترعى هؤلاء اللاعبين. زمان كنا بنسمع ان في العاب شهيده، مصطلح الالعاب الشهيده اعتقد ان هو اختفى، واحنا بنشكر الاعلام الرياضي ان هو ساعدنا في ده. دلوقتي يعني بنشوف الكاراتيه موجود على الساحه، بنشوف التايكوندو طبعا، بنشوف رفع الاثقال، بنشوف المصارعه، بنشوف كل الالعاب الاخرى غير كره القدم موجوده. نشوف دلوقتي الشعب المصري كله كان ورا منتخب مصر لكره اليد، كله كان بيشجع، كله عايز المنتخب طبعا يكسب. اذا هناك في القاء ضوء بشكل كبير على هذه الالعاب، وده مش هيجي من فراغ الا من دعم مادي ومعنوي وايمان كامل من القياده السياسيه بالمجال الرياضي. ده هو ده الاصل، يعني ده هو ده اللي حرك اللي خلانا نروح للحته اللي احنا موجودين فيها حاليا.